يا مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل وجبة سهلة وبسيطة جدا بلفة جلاش واحدة. هنعمل فطيرتين بحشوة اقتصادية، يعني مش مكلفة خالص، وهنحضرها كمان في كام دقيقة. وفي الأول كده نسمي الله، وهنحتاج لبيضتين هنحطهم في طبق غويط. وفي البداية كده هنحاول ان احنا نفك الصفار، بس مش هنرب البيض جامد. هنحضر فلفل رومي وحامي، وممكن انت تحطي كمية بسيطة او كمية كتيرة، الحشوة هنا كميتها حسب الرغبة. بعد كده هننزل بفلفل الوان وربع كوباية من الجبنة الحادقة وكوباية جبنة موتزاريلا. بعد كده هنحط ربع كوباية من الزيتون المخلي ونقلب المكونات مع بعض. كميات الفلفل والجبنة هنا حسب الرغبة، ولو انتي الجبنة الموتزاريلا مش متاحة عندك ممكن تلغيها وتزودي في مقدار الجبنة البيضاء، واي نوع جبنة موجود عندك ينفع تستخدميه في الحشوة. كده الحشوة بقت جاهزة معانا، هنركنها على جنب. بعد كده هحتاج لربع كوباية سمنة وهزود عليها معلقتين ثلاثة زيت. الكمية دي ممكن ان انا استخدمها مع لفة الجلاش كلها اللي انا هعمل بيها فطيرتين، وممكن اعمل بيها فطيرة واحدة لو انا حابة ان الفطيرة تكون دسمة شوية. بعد كده هجيب الطاسة، بما ان انا هسوي الفطيرة على نار البوتاجاز من فوق، وهدهنها بمعلقتين سمنة، وهحاول انا ادهن جوانب الطاسة كويس. بعد كده هقسم لفة الجلاش لنصين، وهبتدي اوزع نص لفة الجلاش في الطاسة، بس اول ورقتين هحطهم في نص الطاسة، وبرضو هديها دهنة بفرشة سمنة. لكن بعد كده هبتدي اخد ورقة ورقة او ورقتين ورقتين، هحط نص الورقة جوه الطاسة ونص الورقة بره الطاسة، علشان كل الاطراف اللي بره الطاسة دي او بره الصينية هي دي اللي هقفل بيها الفطيرة في الاخر. فهبتدي الاول ان انا احط الورقة طرفها على اليمين والتانية من الجهة المقابلة على الشمال، ومن اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت كده. المهم ان لازم اطراف الجلاش اللي بره الصينية تكون داير ما يدور الطاسة. هنخلص نص لفة الجلاش كلها بنفس الطريقة، وما بين كل ورقة والتانية بندهن دهنة سمنة برضو كده بسيطة. بعد كده هنوزع الحشوة في النص. الحشوة عندي انا قسمتها نصين، هحط الحشوة، وبالحشوة دي كده احنا مش هنحتاج ولا لبن ولا ان احنا نحط زبادي ولا حتى بيكنج باودر ولا اي حاجة. المكونات بتاعت الحشوة والبيض هتخلي الفطيرة طرية جدا من جوه، وبعد ما نسويها بقى هتكون مقرمشة من بره. المهم دلوقتي بعد ما وزعنا الحشوة هنبتدي نقفل اطراف الفطيرة، بحيث ان احنا ناخد كل الجلاش اللي بره بالترتيب ورقة ورقة ونطبقها على جوه، وبرده ما بين طبقات الورق ندهن بدهنة بسيطة، او ممكن نزود مقدار السمنة زي ما اتفقنا. هبتدي اقفل كل الاطراف بالشكل ده، وبكده احنا قفلنا على الفطيرة. بس انا احيانا بسيب ورقة واحدة بس في الاخر، يعني بشيل ورقة على جنب من نص لفة الجلاش الاولى، دي بقفل بيها الفطيرة من على الوش. احنا ممكن نسويها زي ما هي كده مفيش مشكلة خالص، بس لو حابة ان الفطيرة يكون الوش بتاعها كده يعني متناسق من فوق زي تحت، يبقى هتقفليها بورقة زي ما انا هعمل دلوقتي. بعد ما قفلت الاطراف بدهن دهنة بسيطة، وبحط اخر ورقة اللي انا قلت لكم عليها، وهبتدي ادخل كل اطراف ورقة الجلاش الاخيرة لجوه، وهدهن الوش بسمنة، وبكده الفطيرة بقت جاهزة عندي. هسويها على نار البوتاجاز من فوق، ودي اسهل طريقة تقدري تسوي بيها الجلاش. لو حابة ان انت تعمليها في صينية وتدخليها الفرن مفيش مشكلة خالص. ناخد بقى الفطيرة ونسوي، بخلي النار متوسطة، وبسيب الفطيرة لمدة 30 ثانية يعني نص دقيقة كده على نار متوسطة. بس بعد كده ببتدي ان انا الف الطاسة او الصينية داير ما يدور، علشان كل جوانب الفطيرة تاخد لون ذهبي. الفطيرة مع اول دقيقة هتبتدي تفصل من الطاسة او من الصينية، يعني مجرد ما انا برجها كده بتتحرك، هنبتدي نتابعها ونشوف اخدت لون ذهبي من تحت ولا لسه محتاجة تاخد باقي التسوية بتاعتها، لحد ما توصل للون ذهبي مظبوط. نبتدي نقلب. هنحط طبق على الوش ونقلب الفطيرة، بس الفطيرة لو مش مدهونة من الجهة التانية فلازم نحط في الطاسة معلقة سمنة او معلقة زيت، لان احنا لو نزلناها في الطاسة يعني بعد ما نقلبها ومفيش مادة دهنية تاني ممكن انها تتلسع من تحت، فلازم نتأكد ان الفطيرة مدهونة او الطاسة فيها سمنة مجرد ما نقلبها الناحية التانية. وبرضو هنسويها بنفس الطريقة، وكل شوية نرفعها كده لحد ما تاخد لون ذهبي. مدة التسوية كلها على بعض ما كملتش 6 7 دقائق. الجلاش طبعا بيستوي بسرعة، وكمية المادة الدهنية هي اللي بتدي اللون الذهبي الحلو ده. علشان احافظ على الفطيرة طرية مجرد ما بحطها على طبق التقديم بغطيها بالصينية او بالطاسة.
بعد كده سويت الفطيرة التانية بنفس الطريقة، طبعا مش محتاجين بقى ان احنا نصور الخطوات، بس انا سويتها في الصينية عشان انت لو ما عندكيش طاسة تقدري انت تسوي في الصينية بالطريقة البسيطة دي. وبكده لفت جلاش واحدة عملت بيها فطيرتين بحشوة بسيطة جدا، ومكونات الحشوة مش محتاجة ان احنا نحضرها في وقت كبير، في دقيقة واحدة بتحضريها. ممكن تزودي الكمية، ممكن تقلليها، ممكن تحطي اضافات تانية في الحشوة لو انت بتحبيها زي قطع اللانشون مثلا او البسطرمة. بس هي حشوة النهاردة مميزة جدا جدا في الطعم، طريقة سهلة وبسيطة والنتيجة ممتازة. الفطيرة طرية جدا من جوه مقرمشة من بره، وان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم. والسلام.